مساء الخير عليكم جميعا، نتمنى تكونوا على ما يرام وفي احسن الاحوال. وفيديو اليوم هو جوله في اوكسفورد ستريت. المحلات اللي في اوكسفورد ستريت رجعت فتحات يوم الاثنين الماضي اللي هو يوم 15 يونيو، فالرجوع كان بطيء. فغتشوفوا معايا الان ما كاينش ازدحام كثير كما كنا تنعتقدوا. فالفيديو اليوم هو حول محلات اوكسفورد ستريت، بقاو لي الاخر. هذا هو المنظر العام، وكما ملاحظين راه الحركه بطيئه، يعني ماشي كيفاش كنت انا متوقعه. كنت نتوقع يكون ازدحام كثير، لكن لا، ما كاينش، يعني ما كاينش ازدحام كما انتم ملاحظين. والمحلات ما فيهاش يعني كيو، ما كاينش صف ولا حاجه. فمعظم المحلات راه دايره تخفيض من 50 الى غايه 70%. فالان قاموا بجوله ديالنا. يعني من فترة طويلة أنا ما جيتش لأوكسفورد ستريت، وهذا المنظر يعني أنها غير ممتلئة، تيجي شوية غير ما تعودناش عليه بصراحة. يعني أوكسفورد ستريت هي شارع التسوق بامتياز، ويعني ممكن تقول ممكن أكثر شارع تسوق في أوروبا بأكملها. فباش نشوفه بهذه الطريقة شوية يعني ما تعودش عليه. ف كما ملاحظين المحلات هما راه ما كاينش الكيو، ما كاينش يعني صف ولا شيء. ملاحظين جي دي ما فيش صف اطلاقا. في اول يوم لما رجعوا فتحوا اللي هو يوم الاثنين، كان يعني عندهم ازدحام رهيب، لكن حاليا بصراحة المحلات كلها غير مليئة. جاب كما لاحظتوا هو حاطط 60% تخفيض. على فكرة في بعض ماشي المحلات كلها فتحت، شفت اكثر من محل اللي مازال قافلين، واعتقد لانه ما لان الحكومه يعني سمحت لهم ان يفتحوا طالما ممكن يعني يلتزموا بقواعد التباعد الجسدي، ويعني يخليوا الزبون امن فيفتحوا. فاللي ما قادرش يعني يلتزم بهذه القوانين، لهذا ما فتحوش كلهم. وهذه طبعا الفيترينات ديال سيلفرجز اللي هي معروفه دائما تتعرض، يعني تتعرض حاجات ديكورات وحاجات جميله. لكن حاليا كما شفتوا معظم الحاجات اللي حاطينها في الفيترينات هي كلمات شكر بالنسبه للناس اللي هما تيشتغلوا في ميدان الصحه العموميه، بالنسبه للناس اللي تيهتموا بالاخرين. فتقريبا معظم هاد الفيترينات هذا الشيء اللي تشوفوا فيها حاليا.
بالنسبه للناس اللي تيسولوا على برايم مارك ديال اوكسفورد ستريت واش فيه ازدحام ام لا، لا اطلاقا. يعني انتم تشوفوا في يعني الفيترينات كلهم ما كاينش الكيو، عاده هنا تيكون الصف ما كاينش اطلاقا. اللي حاب يتسوق الان في برايم مارك ديال اوكسفورد ستريت راه هذه فرصه، لانه في الحقيقه غير مليء على الاطلاق، حتى من الداخل راه غير مليء. فهذا هو المنظر العام لأوكسفورد ستريت في الوقت الراهن، يعني ما كاينش ازدحام، المحلات ماشي كلها مفتوحة، فالتسوق ربما يكون ممتع بالنسبة للناس اللي ما تيبغوش الازدحام مثلي، لكن على الرغم من ذلك يعني انا فضلت ان تكون يكون فيها شويه ديال الحياه، يكون فيها شويه ديال الحركه. التسوق بهذه الطريقه بصراحه جاني شويه ماشي ممتع. فمن هنا تنتهي الفيديو ديالنا، نتمنى يكون الجوله في اوكسفورد ستريت نالت اعجابكم، وانا نقول لكم نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.